حتى اي واحد الحين في صيدليه يكون خريج صيدليه، خريج صيدليه يعني درس انه خريج صيدله، ما بش الاغلبيه يا ثانويه عامه يا خريج تاريخ يا كان يشتغل مع مقاول كان يخشب لي من هؤلاء يعني هوايه ولا خبره ولا تعلمها من زوج خاله من هذا قاقع عندنا في اليمن بشكل ما تخيل. اليوم صرت اشتري العلاش هذا نسيت هم هذا هذا موسع الشعب الهوائيه. طبعا انا اعرف الحمد لله اقرا انجليزي، يعني لا اقول لكم ان انا خريج بريطانيا ولا خريج يعني تعلمت معليش الحمد لله. والتالي علاج من حك الاسغان مضرب، يعني ما دخل حك الاسغان في حك موسع الشعب الهوائيه، يعني عيب عيب عيب. طبعا هؤلاء اصحاب الصيدليات هو ما بيهمك انت كمريض ولا زبون، ضز فيك انت عادي ضز فيك، اهم شيء انه يحصل على عمولته، لانه دحين بياخذ علاجات من الوكيل تمام والشيء بيحن، مع ان ذي العلاج موجود عنده يقول لك هذا سعر اي كلام، ابي اعلم من الذي انا الوكيل قال لي التالي كميه من العلاجات ولا بعتنا اتي لي عموله، في يبدا يصرف من هؤلاء. يعني كميه ناس يصير يتعالج مثلا فيه وجع راس ولا في فم المعده ولا القولون ويتي له من حق الكبد، اهم شيء يمشي. كم يا ناس قد ماتوا، كم يا ناس واصحاب الصيدليه ما عندهم ذمم ولا عندهم، نادرا مع احترامي لبعض اللي هم الدكاتره فعلا صيدلانيين لهم كل تحيه وتقدير، في دكاتره صدق وفي ناس ما بش زي ما في حارتنا مش جت كل ما هي الحاره، واحد وكان يشتغل في فرن كان قمة حرام وكان يندع قدام ما هي موجوده في صنعاء واليوم لقيته في صيدله وصيدله كبيره، ما فيش مانع انه يمكن كان يدرس في الفرن صيدله وبعدها رجع انتقل يعني، بس هذا ما درس هذا كمل سادس وعلى طول دخل الفرن لان اصابعه كبار يقدر يملج ساعه دع النفضه هذا للتنور، اما انا مرش شرخ تندور لما صايح وصاحب الفرن واليوم قضوا في الصيدليه. فتيت لك تراح قلت لك اغرف العلاجات كلهن وخرشن من داخل من الترج ونفضهن هناك فوق المازه حاميه يخرجين حاميات، يعني ماذا الغاغه؟ اين وزاره الصحه؟ اين دور وزاره الصحه في ذا الموضوع؟ يعني حرام البديل البديل، اي صيدلية تدخل لها وتلا علاج مدري ما هو البديل، بعدها في مثلا لو نقارن انفسنا مثلا بدول الخارج الاردن مصر تروح للصيدلية لازم تكون الروشتة مختومة من الدكتور ويتي لك الصيدلي نفس العلاج، عندنا مع يتي لك البديل ولا يتي لك حاجة ثانية هالشيء مشي على جنب تقول لي عمول عيب 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 والله انه عيب اقسم بالله انه عيب ورب الكعبة خلاص يا اخي.